أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاث الموافق 16 مايو 16 أيار 2023. لو كنت أنت النهاردة عندك توتر، فيوم الثلاث بيشيل ليك توتر كبير جدا بسبب الأحداث اللي بتتطلب منك أنك تظهر شوية تفاهم وشوية تقدم ودعم لكل أصحابك وأحبائك. هتكون عاطفتك النهاردة تجاه الأشخاص اللي بيلعبوا دور مهم جدا في حياتك. في الاتجاه العام هيبقى يومك سائد جدا، مش سيء في كل الأحوال. كل حاجة هتعتمد عليها وعلى قدرتك علشان تتحكم في نفسك. هيجيلك النهاردة بأخبار مهمة، بتمنى انك ما تقللش من أهميتها أو انك تتجاهلها. هيتوقع كل الأشخاص النهاردة قرارات كتيرة مع أشخاص هيبقوا من نفس برجك. في إجراءات كتير، في قرارات كتير هتبقى عندك هتخطط ليها، هيكون في أهداف مشتركة ما بينك وبينهم. بالنسبة ليك هيجيب محادثات فيها مشاركات مع امرأة بتخصنا، بتعيش في معظم الحالات في مسافات بعيدة مننا. هنستخدم النهاردة اتجاهاتنا عشان نبقى بنواتي لكل اليوم ده ونزور الأشخاص المهمين والمؤسسات اللي بتبقى بتخصنا. يوم الثلاث بالنسبة لمعظمنا هيكون في سبب أخبار حلوة، أحداث كتيرة في الليلة اللي قبل كده تكون بتخص بعض مننا، مش هتنعكس على كل مزاجنا بس، هيبقى بينعكس على صحتنا الجسدية أكتر. الصداع النصف اللي ممكن يبقى بيواجهنا في قلق مش مرغوب فيه، في مشاعر خوف، في انعدام أمان، وما كل ده من خلال أحداث كتيرة فيها تجارب مش متوقعة خاصة مع الفتيات والشباب. هيبقى بيزيل التأثر السلبي بسرعة كبيرة النهاردة عشان تبقى عارف تتواصل. كل حاجة بتزعجنا أو بتقلقنا هتبقى جزء تاني من حياتنا في اليوم ده، ما نخليهاش تأثر علينا بشكل سلبي ونبعد عنها بشكل كبير جدا عشان نعرف نتواصل مع أصحابنا القدام اللي بيبقوا بيشاركونا حاجات حلوة كتير. هيتحرك المشترى من برج الحمل وينتقل لبرج الثور عشان نعرف نتقدم، وهيوفر لينا العبور ده فرصة عشان نتعلق بالصبر أكتر من خلال بناء جهود كتيرة تعزيزها ونركز على راحتنا واستقرارنا طول العمر. ممكن يكون في حظ كويس، في خبرات متعلقة بالفلوس والهدايا والممتلكات الشخصية بسبب أننا نحسن حيلتنا لما نبقى بنعبر ما بين برج للتاني. هتأتي استثمارات كتيرة فيها ثمار واضحة هنحقق من خلالها مكاسب كتير من ممتلكاتنا. هتشمل مجالات هتبقى بتزدهر بشكل كبير في الزراعة والغذاء والبناء والموسيقى وأدوات الراحة الفاخرة بالنسبة لينا. منتجات التجميل الطبيعية والترابية هتبقى خاصة جدا في الشغل اللي بيبقى بيتضمن لينا بشكل ثابت النهاردة. حركات كتيرة متحفظة لشوية روتين، هيبقى فيه جاذبية أو ربحية في الفترة الجاية. هيحسنا كوكب المشترى علشان نستمتع بكل الحاجات اللي عندنا بجد ونقدر ونبني عليه ونعتمد على نهج فيه صبر أكتر عشان نحقق كل أهدافنا اللي بنطمح ليها. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.